لقد وفرنا الإمكانيات المطلوبة منذ ميلاد فكرة تأسيس برنامج الإعلام الرقمي والاتصال، وواكبت بشكل شخصي رحلة اعتماده الطويلة، متسلحين بكوكبة من الأساتذة المرموقين في مجالهم في داخل الوطن. وها نحن اليوم نلتقي مرة أخرى لإطلاق منتدى حياة ثالثة، المعني بتنفيذ وتطوير مشاريع بحث علمية في موضوعات الإعلام الرقمي والاتصال على مختلف المستويات. هذا المنتدى هو أولى ثمار برنامج ماجستير الإعلام الرقمي والاتصال لتنفيذ وإدارة وتطوير مشاريع بحثية متخصصة في الإعلام الرقمي والاتصال بمنهجية بحث كيفية ممول من جامعة القدس ذاتيا، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تمويل مجموعات بحثية متخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة فلسطينية على مستوى برنامج الماجستير بشكل متجدد وبشكل دائم وبشكل متصاعد. احنا كتير فخورين في جامعة القدس بإنشاء المنتدى البحثي للعلوم الرقمية، لأنه منعتبره إضافة نوعية جداً للبحث العلمي في جامعة القدس. تركيز جامعة القدس دائماً كان على البحوث البيوميديكال والطبية، ونحن بحاجة كبيرة للبحوث في الإنسانيات وخصوصاً الإنسانيات الرقمية، فمنعتبره إضافة نوعية جداً ونحن فخورين فيه.